اكيد كل واحده فينا عندها اكله للطوارئ، يعني يوم تعبانه، يوم مستعجله، عايزه تعملي حاجه سريعه، اكيد بيكون عندك كده اكله بتكون بالنسبه لك سهله جدا. النهارده هعرفكم على اكلتي السريعه جدا وكمان صحيه، هنعمل فطيره الطوارئ مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم سلوى من قناه سنسونه سلوى، ويلا اكتبوا تحت في التعليقات كل واحده فيكم ايه الاكله الطوارئ اللي انت دايما بتعمليها لما تكوني مستعجله. عايزه اي حد يقرا التعليقات تحت يستفيد جدا بالافكار اللي انتوا هتكتبوها. يلا نخش على المطبخ ونبدا بسم الله ونشوف هنعمل اكله الطوارئ اللي هي كمان خاليه من الجلوتين، يعني ما فيهاش دقيق ابيض، ويلا نشوف هنعمل ايه. انا النهارده مش بس هي اكله للطوارئ، لا ده انا هلم بواقي الثلاجه، كل يوم حاجه متبقيه هنا ولا هنا. فعندي كده 2 برجر كنت عاملاه امبارح، البرجر طبعا انا بعمله بنفسي في البيت وعملناه على القناه كذا مره. عندي هنا فلفل وطماطم او فلفل الوان المتوفر عندك، وده عندي هنا زيتون في الفريزر دايما بجيب كميه وبحتفظ بيها كده. كمان عندي جبنه موتزاريلا برضو في الفريزر هستعملها لوصفه النهارده. بصوا اي حاجه عندك في التلاجة هتنفع طبعا بدل البرجر ده، لو عندك سجق، لو عندك دجاج، لو عندك لحمه، لو لحمه مفرومه، ممكن كمان مشروم لو انتي مش عايزه تاكلي حاجه فيها لحوم. افكار كتير جدا. هنقطع بس البرجر كده صغير عشان يندمج معايا مع الفطير. عايزين تحطوا بصل، انا البرجر ده طعمه رائع جدا مش محتاج معاه اي حاجه، فمش هحط اي حاجه معاه، وكمان حتى مش هحط في الفطيره ولا ملح ولا حاجه، هكتفي بالزيتون والجبنه اللي هحطها. حطيت الزيتون على البرجر، ودلوقتي هستعمل ايه؟ دي الحمص. دي الحمص من الحاجات اللي انا بحبها وبعشقها جدا جدا اكيد، واستعملته معاكم في كذا وصفه. ان شاء الله في اخر الفيديو الناس اللي مش متوفر عندها دقيق الحمص ازاي هتعمله في البيت بطريقه سهله جدا، بيتعمل من حمص الشام العادي خالص. وعايزه كمان حوالي 2 معلقة كبار من الزيت، هحط 1.5 كوباية من دقيق الحمص، ودايما بحط مع دقيق الحمص ايه؟ كمون، لازم يعني عارفين، حتى لو مش هحط اي بهارات بس بحط الكمون، ممكن نحط ملح او ما نحطش. وكوباية ونص من المية. يبقى اذا مقدار دقيق الحمص هتعمليه نفس مقدار المية. تعالوا بقى يعني نقرب شوية الكاميرا، قولوا لي تحت في التعليقات كده الزاوية دي احسن، لما بكون بس حاطة على الطبق ولا جايبة الكاميرا من برا. هنقلب كويس جدا لحد ما الدقيق والمية يتجانس مع بعض، هو ده القوام المطلوب. في الوقت ده هروح اشغل الفرن علشان لما تخش على الفرن يكون فرن سخن. هحط معلقه كبيره من زيت الزيتون او اي زيت انت عايزاه، واحط الفلفل والطماطم والبرجر والزيتون بواقي الثلاجه. كمان البسطرمه فيها بتبقى حلوه جدا، يعني برضو البسطرمه بعملها وبشيلها في الفريزر، بتنفعني في اكله زي كده. يعني كل حاجه ممكن تكون جاهزه عندك ومتوفره، مجرد انت هتجمعيها مع بعض. هجيب الطبق اللي انت هتعملي فيه في الفرن وتحطي معلقه من الزيت، مهم جدا ان احنا ندهنه كويس عشان برضو الفطيره دي بتلزق اكيد، وده بايركس، فيعني ايه هنأمن نفسنا وهننزل كده الفطيره. وزي ما قلنا الفرن ايه؟ الفرن سخن. نفرد كده كميه طبعا معقوله جدا وكويسه كوجبه تكفي اسره ويشبعوا. هو كمان دي الحمص من الحاجات مش بس صحي، ده كمان مشبع جدا. هدخلها الفرن على درجه حراره 180، هتقعد حوالي 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه هطلعها عشان احط الجبنه، مرضتش احط الجبنه من الاول علشان يعني ما تنشفش ويضيع شكلها، لا. فدلوقتي هحط الجبنه وادخلها تاني حوالي 5 دقائق كمان. لو بتعملي دايت وعايزه تشيلي خطوه الجبنه، او عايزاها تبقى نباتيه بقى وحطيتي مثلا مشروم فيها، طبعا ينفع. حطيتها تاني في الفرن، ودلوقتي بقى واو الريحه تحفه. مش هكتفي بكده، هحط رشه بقى كده من ايه؟ الزعتر او البردقوش، وابتدي اقدمها. الريحه جميله جدا، فطيره شهيه سريعه ما فيهاش جلوتين، لمت بواقي الثلاجه، يعني بصوا مزايا لا حصر لها. بحبها جدا جدا الفطيره دي، واكيد لما هاكلها كوجبه مش هبقى عايزه اكل عيش تاني جنبها، فهتبقى صحيه وكده. يعني يمكن هم شويه الجبنه كتير شويه، ولكن بقى ايه يعني قطعه منها هتبقى
حلوة جدا مع شوية سلطة، حتى ما احتاجتش سلطة، حطيت معاها شوية خس وكلتها كوجبة وكانت جميلة جدا. دي المقادير علشان اللي عايز يعملها، واكيد ان شاء الله لازم تجربوها لانها سهلة جدا. ودلوقتي كمان هسيب لكم الفيديو بتاع ازاي نعمل دي الحمص من حمص الشام المسلوق، يشتغل دلوقتي عشان اللي مش عارف ازاي ممكن يعمل دي الحمص. اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واسيبكم بقى مع دي الحمص. وعملنا الخبز اللي قدامكم ده، بس في ناس مش متوفر عندها في بلدها دي الحمص الجاهز اللي بيتباع عند العطار اللي بيكون شكله كده، فطلبتوا مني في التعليقات كتير جدا ازاي نعمل دقيق الحمص في البيت. فلو انت ما عندكيش متوفر بيتباع جاهز، تعالوا نعمله مع بعض في البيت. هتشتري الحمص، وانا ارشح ان انت طبعا تشتري نوع صغير، كده كده هيتطحن. طبعا نوع صغير بيكون ارخص. بننقعه في المية حوالي 6 7 ساعات، حجمه بيكبر كده زي ما احنا شايفين. بعد كده هصفي من عليه المية خالص، فتجيبي مصفى وتحطي فيه الحمص المنقوع ده. مهم جدا نقع البقوليات قبل ما نستعملها، لان بيكون فيها سموم، فالسموم دي بتنزل في المية اللي احنا بنتخلص منها. دلوقتي ده حمص منقوع حوالي 6 7 ساعات، وبعدين احنا خدنا منه كوباية واحدة. هعمل على مقدار صغير، لو هتعملي مقدار صغير تقدري تعمليه في الطاسة كده من فوق، او لو هتعملي مقدار كبير تقدري تعمليه في الفرن. الخطوة اللي احنا بنعملها دي هي خطوة تجفيف البقوليات بعد ما احنا نقعناها في المية، عايزين نشيل منها المية خالص تاني. فعلى درجة حرارة هادية خالص جبت طاسة نظيفة وحطيت فيها الحمص علشان ينشف خالص. نقدر برضو نجيب صينية في الفرن كبيرة ونعمل فيها المقاس اللي احنا عايزينه، ونعمل برضو درجة حرارة هادية خالص ونسيبها حوالي ساعتين على حرارة هادية مع التقليب المستمر. انا هنا قلبت شوية علشان ما تتحرقش. وبعدين بعد ما اتأكدت ان الحمص ده نشف خالص، جبت محضرة الطعام او اللي هي المطحنة او الكبة، وابتديت اطحن فيها الحمص علشان يتحول معايا لدقيق. ودلوقتي ده بيكون شكله، طبعا لسه مش هستعمله كده. اخر خطوة معايا هي خطوة مهمة جدا، هي خطوة اللي انا هجيب مصفى او منخل وهنخل الدقيق ده، واي حاجة اتبقت في المصفى هرجعها تاني واطحنها تاني، مش هرمي طبعا حاجة. اهو زي ما احنا شايفين كده، وبالتالي كده انا حصلت على نفس الشكل ونفس الطعم ونفس الفايدة ونفس كل حاجة. ده زي الدقيق اللي بيتباع جاهز بالظبط. اهم حاجة طبعا الدقيق بتاع العطار ده ناشف تماما. الدقيق اللي احنا عملناه في البيت ممكن يكون فيه نسبة رطوبة بسيطة، نتيجة اللي احنا ممكن نكون ما حمصناش برضو الحمص قوي. عشان كده لازم جدا اهم حاجة ان انت تحطي الدقيق اللي انت هتعمليه ده في التلاجة او في الفريزر وقت ما تكوني عايزة تطلعيه واستعمليه على طول. ودي خطوة مهمة جدا لو عملنا كمية كبيرة. الناس اللي عايزة تخس وعايزة تستعمل خبز يكون مشبع جدا، انصحها بدقيق الحمص ده لانه فعلا جميل. لو عايزة تكون حاجة خالية من الجلوتين وكمان خالي من الحليب، هسيب لكم اللينك بتاع الخبز في صندوق الوصف، وكمان هيبان اعلى الشاشة. اتمنى ان شاء الله الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني. مع السلامة.